قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الجزء الأول علامات الساعة الصغرى. بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أشهد أن محمد رسول الله. أخبر صلى الله عليه وسلم أن بعثته دليل على قرب قيام الساعة وأنه نبي الساعة، فقد قال صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين، ويشير إلى السبابة والوسطى، رواه البخاري. فأول أشراط الساعة بعثة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فهو النبي الأخير، فلا يليه نبي آخر، وإنما تليه القيامة كما يلي السبابة والوسطى، وليس بينهما إصبع. قال تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. العلامة الثانية اقتربت الساعة وانشق القمر. اقتربت الساعة وانشق القمر. وقد حدثت هذه العلامة في أيام النبي صلى الله عليه وسلم، ليلة 14 من ذي الحجة للسنة 5 قبل الهجرة، عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أهل مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية، فأراهم القمر شقتين حتى رأوا حراء بينهما، رواه البخاري في صحيحه. لقد أثبتت الأبحاث العلمية الحديثة صدق معجزة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم بشأن انشقاق القمر، وتم إثبات ذلك من خلال الصورة التي التقطتها مركبة الفضاء الأمريكية ونشرت خلال الفترة الماضية في مختلف أنحاء العالم. هذه علامة قد انقضت. العلامة الثالثة موت الرسول صلى الله عليه وسلم. أشهد أن محمد رسول الله. ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفاضت روحه الطاهرة بعد أن بلغ رسالة ربه وأدام عليه وصبر في سبيلها. ومات محمد صلى الله عليه وسلم، مات الرحمة المهداة والنعمة المزداة. مات النبي الكريم، مات الحبيب المصطفى والرسول المجدى. قال صلى الله عليه وسلم: أعدد ستا بين يدي الساعة، وذكر منها موتي، رواه البخاري. فقد مات عليه الصلاة والسلام كما يموت الناس، لأن الله تعالى لم يكتب الخلود في هذه الحياة الدنيا لأحد من الخلق، بل هي دار ممر لا دار مقر، كما قال تعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. يا نفس بعد المصطفى أفتطمعي في الخلد كلا ما إليه سبيل. فقد كان موت النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم المصائب التي وقعت على المسلمين، ف
فبموته صلى الله عليه وسلم انقطع الوحي من السماء، وكان أول ظهور الشر بارتداد العرب. ظهور مدعي النبوة. إن من عهد خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلينا أن ندعوك إلى الله وحده لا شريك له، وأن محمداً عبده ورسوله، وأن تعود إلى ما خرجت عنه، فنقبل منك ونغمد سيوفنا عنك. اسمع يا خالد، إنني أشهد أن لا إله إلا الله وأنني رسول الله. أنا نبي مرسل يأتيني ذو النون كما كان يأتي جبريل محمدا. أيها الناس، انظروا إلى نبي الله الأسود العنسي، سيريكم بعضا من معجزاته. ومن العلامات التي ظهرت خروج الكذابين الذين يدعون النبوة، وهم قريب من 30 كذابا، وقد خرج بعضهم في الزمن النبوي وفي عهد الصحابة، ولا يزالون يظهرون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريب من 30، كلهم يزعم أنه رسول الله. رواه مسلم. ومن بينهم مسيلمة الكذاب، والأسود العنسي، سجاح، طليحة بن خويلد، الحارث الكذاب، ميرزا أحمد القادياني، ومحمد إيجا، وغيرهم. العلامة الرابعة: فتح بيت المقدس. قال صلى الله عليه وسلم: اعدد 6 بين يدي الساعة، وذكر منها فتح بيت المقدس. رواه البخاري. وهذه العلامة قد حدثت في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه 16 للهجرة، فقد سار العباس بن عبد المطلب على مقدمة جيش عمر، فلما وصل إلى الشام تلقاه أبو عبيدة ورؤوس الأمراء كخالد بن الوليد ويزيد بن أبي سفيان، فصالح نصارى بيت المقدس، واشترط عليهم إجلاء الروم إلى 3، ثم دخلها مسالما دون قتال. فدخل رضي الله عنه المسجد من الباب الذي دخل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء. هذه العلامة انقضت أيضا. العلامة الخامسة: طاعون عمواس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعدد 6 بين يدي الساعة، وذكر منها: موتان يأخذ فيكم كقعاس الغنم. رواه البخاري. ففي 18 للهجرة، من خلافة عمر رضي الله عنه، وبعد فتح بيت المقدس، وقع طاعون في كورة عمواس، ثم انتشر في أرض الشام، حيث بلغ عدد من مات فيه 25,000 من المسلمين، من بينهم كبار الصحابة رضي الله عنهم كأبي عبيدة بن الجراح أمين هذه الأمة. وهذه العلامة انقضت. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.